عندي صدور دجاج بحشو الهوت دوج. يبقى عندي صدور دجاج وجبنه شيدر ومستردة وهوت دوج وبصل وتوم وكزبره خضراء اعشاب ملح وفلفل بطاطس زيت عباد الشمس كريستال. لا دي جايبه كورن فليكس مع دريبري بتاع اللي هو الكورن بتاع على اللبن ده بتاع الاطفال. احنا بنجيبه لك زخانه. كده عندي هنا جدع يا عم الدماغ لازقه. ماشي شكرا للست راضو ويلكم. يلا كده عندنا البصلايه مع التومه شويه زعتر مع مكعب مرق. المهم دلوقتي انا بعمل ده كده هنا لحضراتكم اطلع الرطوبه منه كده. كل ما برق في حته الفراخ بتاعتي كل ما اكون افضل لي كل ما اكون افضل لي. ايه حبه ملح وفلفل اهو تعفير الدقيق. ودي خلي دول هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شوية جبنة مبشورة وادي بقى ايه المرنشن بتاعنا الجميل والهوت دوج الجميل اللي احنا عاملينه مع حضراتكم كده. شوية بهارات عندي البصل والثوم اللي فايض احط كده شوية على البطاطس اللي حمرتها نص تحميرة. دي دايما بيكون كل طبق ليا بعمله يكون ليه جرنش. ايه هو الجرنش؟ بيقولوا عليه جرنطورة زمان او الايه المفروض اللي هو بيتحط جنب اي طبق بجنب شوية رز شوية مكرونة شوية خضار سوتيه يعني بيبقى فيه جرنش جنب منه. ده الجرنش بتاعه بس بنحطه كله مع بعضه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي يا سيدنا محمد. عندي بقى هنا الايه البهريز اللي بيقولوا عليه في الطاسه بتاعتي. ادي البهريز ده بروح نازل بحبه المسترد الفيضيين دول كده. كده اهو كده 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 انا عايز صوص خليه ينمل. وادي شويه ديميجلاس شوية مية
شويه ميه تاني عشان الديمولاز بتاعنا طالع حلو وجميل وتقيل. ده الصوص بتاعي. اللي انا اتفقت مع حضراتكم بيه. الله اكبر. امال ابراهيم عايز عمال يقول لي ما بتعرفش تطبخ وحاول تدور لك على مكان تاني. عايز يشردنا على الصبح.